خبر عاجل من وزارة التموين ومفاجأة، وتعلن فيه إيقاف صرف الخبز والسلع التموينية في هذا الموعد. وخبر صار لكل أصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية، وعاجل مؤامرة خطيرة ضد الرئيس السيسي. ننشر التفاصيل الكاملة وبيان أمني عاجل من الداخلية المصرية بسبب فيديو هز السوشيال ميديا، والأرصاد بتكشف عن تغيير مفاجئ في حالة الطقس. ننشر لحضراتكم التفاصيل. وعاجل بيان ناري من رئيس الصحة يدعو لمحاسبة الحكومة بسبب حفلات الساحل. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل لي 2000 أعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها ووطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. وعاجل مؤامرة خطيرة ضد الرئيس السيسي. وكشف المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي عن مؤامرة كبرى ضد مصر والرئيس السيسي في ملف سد النهضة. أكد إن مصر ليست عاجزة ولكن عاقلة، والتاريخ المصري يؤكد ذلك. شدد على أن مصر لم تنجرف وراء أي عمل عسكري في إثيوبيا على خلفية أزمة سد النهضة. وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى أنه على الجميع أن يدرك أن مصر دولة عربية وإفريقية وإسلامية وتحترم الجميع ولا تتدخل في شؤون الآخرين. وأشار إلى أن إرادة المصريين قوية وقادرة عند اللزوم. وضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأمور الداخلية يتخذ قرارات عاجلة بيحسبها كويس وفق تعبيره. وأكد أن معالجة الرئيس السيسي لملف سد النهضة كانت طيبة رغم الانتقادات لكل الأطراف، كما أن معالجة مصر لملف السد وضعت إثيوبيا في موقف ستحتار فيه، وأن هناك بعض الدول ربما تغير رأيها في دعم إثيوبيا في قضية السد. وأكمل سيتم التوصل لاتفاق قانوني في أزمة سد إثيوبيا ونعمل للوصول إليه، كما أنه لا يجب أن نتسرع لكي نتمكن من الوصول إلى اتفاق، ويجب الحفاظ على العلاقة المصرية السودانية وهو ما تسعى إثيوبيا لإفساده. وشدد على أن مصر بمفردها قادرة على الحفاظ على حقوقها المائية. أكد أن معظم الدول التي أيدت إثيوبيا لديها منابع أنهار ولا تريد فتح الملف لأنه هيضرها. وتوقع الفئة الوصول لاتفاق في أزمة سد إثيوبيا، وإن إثيوبيا ستكتشف أنها ذهبت بعيدا في استفزاز مصر، كما أن مصر كانت ردودها عاقلة وهادئة في أزمة السد الإثيوبي. وكشف أن إثيوبيا كانت تفكر في إقامة سد على النيل الأزرق منذ عقود، معاتبا وزراء الري منذ التسعينات لعدم رصدهم لمخطط إثيوبيا. أن اتفاقية عنتيبي كان لابد أن تشارك مصر فيها بأي شكل من الأشكال. وأشار إلى أن توقيع اتفاق إعلان المبادئ كان ضروريا لتثبيت حق مصر في المياه، كما أن اتفاق إعلان المبادئ اعتراف من إثيوبيا بحق مصر في مياه نهر النيل. شدد على أن حصة مصر من نهر النيل مستقرة ولا يمكن التنازل عنها. مصدر معانا كان من صحيفة الموجز. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا. وبيان أمني عاجل من الداخلية المصرية بسبب فيديو هز السوشيال ميديا. تمكنت الأجهزة الأمنية بمصر من كشف ملابسات نشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن تعدي أحد الأشخاص على مسن وإحدى السيدات بعين شمس في مصر، وتم ضبط مرتكب الواقعة. ورصدت المتابعة الأمنية نشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتعدي على مسن وإحدى السيدات بمدخل أحد العقارات. وبالفحص أمكن تحديد مكان ارتكاب الواقعة، وتبين أنها بأحد العقارات الكائن بدائرة قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، كما تم تحديد المجني عليهم، وتبين أنهم ثلاثة أشخاص مسن وبنته ربة منزل ومصابة في الرقبة ولها معلومات جنائية
مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج وربط منزل مقيمة بالعقار محل الواقع، وبمناقشتهم قرروا بتضررهم من سائق مركبة توك توك مقيم بدائرة قسم شرطة المرج لقيامه بالتعدي عليهم اعتقادا منه على خلاف الحقيقة بقيامهم بمساعدة بنته على الهروب من مسكنه. تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. المصدر معانا كان من بوابة الأهرام المصرية، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا، وخبر صار لكل أصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية، وخمس حالات للجمع بين معاشين في قانون التأمينات والمعاشات الجديد. قانون التأمينات والمعاشات الجديد من القوانين التي أنصفت أصحاب المعاشات خلال الفترة الأخيرة، حيث منح قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذي أصدره مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال مزايا بالجملة وصلت إلى الجمع بين معاشين والجمع بين المعاش والمرتب، هذا بالإضافة إلى زيادة قيمة المعاشات. يستهدف قانون التأمينات والمعاشات الجديد الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التي يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة في الدستور المصري. نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%. تعالوا نعرف مع بعض حالات الجمع بين معاشين. نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد في مادته 102 على أنه إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشا واحدا، وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي: المعاش المستحق نفسه، المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة، المعاش المستحق عن الوالدين، والمعاش المستحق عن الأولاد، والمعاش المستحق عن الإخوة والأخوات. كما نص القانون على أنه إذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق في الاستحقاق، وإذا نقص المعاش المستحق وفقا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش. يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة 102 من هذا القانون. يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقررة بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من هذا القانون. تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود، ويجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعا بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود. يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود، ويجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود. المصدر معانا كان من صحيفة صدى البلد، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. أتمنى يعني تكون الصورة وضحت في المعاشات الجديدة ومن يستحق ومن لا يستحق و قانون الجمع بين المعاشين. ننتقل مع بعض الخبر آخر معنا، وخبر عاجل من وزارة التموين ومفاجأة وتعلن فيه إيقاف صرف الخبز والسلع التموينية في هذا الموعد. تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية صيانة قواعد البيانات وتطبيقات الخبز والتموين، حيث سيتوقف النظام بالنسبة للمخابز والمطاحن والبقالين التموينيين بجميع المحافظات اعتبارا من الساعة 9 مساء غد الثلاثاء وحتى الساعة 1 صباح بعد غد الأربعاء ولمدة 5 ساعات فقط. وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية بسحب واستخدام الأقماح المحلية موسم 2021 للطحن المواقع التخزينية المحددة من لجنة برامج إقامح التمويني
وطبقا لنسب الخلط المقررة وتحت إشراف اللجنة المشكلة طبقا للضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية وتوريد الدقيق للمخابز لإنتاج الخبز المدعم فئة 5 قروش للرغيف. مصدر معانا كان من اليوم السابع، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، والأرصاد بتكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس. وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تظهر شبورة مائية اليوم خفيفة على بعض الطرق المؤدية للقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، حيث يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء ليلا. وعن نسب الرطوبة اليوم، القاهرة والوجه البحري 85-88، السواحل الشمالية 90-92، جنوب سيناء 45-60، شمال الصعيد 40-55، جنوب الصعيد 30-35. مصدر معانا كان من صحيفة الموجز، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا في منتهى الأهمية، و عاجل بيان ناري من رئيس الصحة يدعو لمحاسبة الحكومة بسبب حفلات الساحل الشمالي. انتقد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب المصري أشرف حاتم حكومة مصر بسبب تنظيم حفلات في مناطق ساحلية وخصوصا في الساحل الشمالي. وقال حاتم خلال مداخلة هاتفية على برنامج حضرة المواطن على شاشة الحدث اليوم: الدولة تغلق دورات المياه في المساجد، فكيف تسمح بالحفلات في الساحل الشمالي؟ وأضاف أنه يجب محاسبة الحكومة على ما حدث في ظل الزيادة الملحوظة للمرض في مصر. أكد عن رصد حالات تبحث عن أسرة في المستشفيات. يعني أنا عاوز أقول لإخواتي وحبايبي، يعني بلاش نتجمع، لأن إحنا برضو ما زلنا، يعني الصيف كان شايل عننا شوية المرض المنتشر، ولكن احنا نخلي بالنا في الفترة القادمة وخصوصا في دخلة الشتاء علينا، يعني نحاول ان احنا نحافظ على نفسنا، نلبس كمامة، ما نسلمش بالايد، ما نروحش تجمعات واحتفالات. يعني في احتفالات في الساحل الشمالي وفي احتفالات فين، والافراح والتجمعات والمناسبات وزيارة الاسرة للاسرة، يعني ناخد بالنا، لان احنا برضو يعني داخلين حسب يعني كلام الخبراء داخلين على ايام يعني صعبة. نتمنى ان شاء الله ان ربنا يبعد عننا اي حاجة وحشة باذن الله، واي مرض ربنا يبعده عننا ان شاء الله، ويحفظ حبايبنا واهلينا باذن الله. وانا بحبكم في الله ان شاء الله، وجينا مع بعض في الوقت الحالي لنهاية الفيديو. اتمنى اكون خفيف على حضراتكم وما تقلتش عليكم ان شاء الله. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.